السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول لو انا اتعلمت الراينو وجراس هوبر اقدر الاقي شغل بيهم لان مش لاقي شغل طالبهم كتير. طبعا الراينو وجراس هوبر مطلوبين في السوق، وخصوصا في الحاجات اللي هي بتعتمد على شغل البراماتيك، ومثلا زي شغل الفساد. يعني في شركات كتيرة جدا شغالة بالفساد بتاع المباني دي، اغلبها بيعتمد على الراينو والجراس هوبر، او في اشكال مثلا معقدة شوية في الجراس هوبر بيعملها كويس. في مشروع كنا شغالين فيه مع مكتب زوها حديد، تمام. المشروع دوت كان هما عاملينه بالراينو بالجراس هوبر، فاضطريت ان انا اشتغل، وطبعا يعني كان في مصطلحات مختلفة وكلمات مختلفة غير ما احنا متعودين فيه الريفت والاوتوكاد. فكويس جدا الواحد يخرج شوية من عباية الديسك ويجرب بقية الحاجات. فالراينو والجراس هوبر ممتازين، زائد ان الجراس هوبر يعني قوي جدا، ففي ناس كتيرة عاملة عليه تولز قوية خاصة بالاستدامة. يعني في ناس بتشتغل على راينو جراس هوبر عشان تستفاد بالليدي باج وتستفاد بالحاجات دي. طيب خليني اوريك حاجة، ده موقع اسمه فود فور راينو، فدي ناس عاملة تولز بتستطب، في حاجات منها بفلوس وفي حاجات منها مجاني. تعال ندخل كده ابس، هتشوف كمية تولز كتيرة جدا، نتمنى انها تظهر برضو في الريفت والداينامو، لكن حاليا مثلا لو جيت هنا هتلاقي الفري اكتر من التجريبي. الفري 941 والتجريبي 170. طيب هيقولك بقى انت عايز تشتغل على الويندوز ولا عايز تشتغل على ايه، في حاجات تشتغل على الويندوز وحاجات تشتغل على ماكنتوش. طيب احنا عايزين مثلا حاجات خاصة بالبيم، مثلا في 87 تولز خاصة بالبيم، تمام. اول ما تدوس كده بيبدأ ان هو يفلترهم لك ويجيب لك تولز كتيرة جدا، حاجات بتدرس الشادو، حاجات بتدرس الصن، حاجات بتدرس حاجات كتير قوي. طيب ممكن نقول له عايزين حاجات خاصة بسيفل انجينيرنج، هيجيب لك حاجات كتيرة خاصة بسيفل انجينيرنج زي ما انت شايف، واغلبها مجاني. فانت لما بتشتغل على الراينو والجراس هوبر والاتنين مشروحين على قناة بيم اريبيا، شرحتهم بالتفصيل، فهتلاقي حاجات كتيرة ممتازين جدا، تولز كتيرة ممتازة، تمام. حتى هم عاملين شوية العاب اهم، تعال نشوف الالعاب اللي موجودة، فيها العاب كتيرة جدا. طيب انا بالنسبة لي اكتر حاجات احتكيت بيها الـ environment design، تمام، الحاجات الخاصة بالبيئة والاستدامة، هتلاقي تولز كتيرة جدا تقدر انت تشتغل بيها. خلينا نشيل السيفل ونشيل الجيم ونحط بقى ايه الـ environment design. الليدي باج تولز برضو شرحناها على بيم اريبيا سريعا كده، من الادوات القويه جدا ومفتوحه المصدر ومجانيه، فتقدر تشتغل بيها بكل سهوله وسلاسه. الحاجات الخاصه بالاستدامه 69 اداه، تخيل 69 اداه، تمام. في حاجات كتيره جدا سهله جدا في الاستخدام، هي جاهزه يعني مش هتسطبها وتقعد توصل ببعض كده زي الداينامو، لا هي جايه جاهزه، تمام، فتقدر انت تشتغل بيها على طول، وتقدر تعدل فيها لو حابب، ومفتوحة المصدر فتقدر تعدل فيها لو انت حابب. اللي عمل دي بج اسمه مصطفى، كان بيعمل نفس التولز دي، بيحاول يعملها في الداينامو، فنتمنى ان احنا نلاقيه فعلا في الداينامو، تمام. الراين تو انفايرمنت، تحول الجيومتري اللي انت رسمته لانفيمت. انفيمت ده برنامج شرحناه على بيم اريبيا، بيعمل شغل استدامة لكن لمدن، مش بيعمل لبيت، لا ده بيعمل لمساحات واسعة كبيرة جدا. فإجابتي إن شاء الله إن شاء الله يفيدك، أنت بس اعمل اللي عليك وتعلمه بشكل كويس، طبق بيه مشاريع كتيرة، وربنا يحصلك خير.